يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17، الأسكندرية 22-15، مطروح 21-14، بورسعيد 23-16، أما بالنسبة للإسماعيلية ف 27-15. والسويس درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 16، العريش 24-16، طابة 24-16، شرم الشيخ 31-20، والغردقة 30-19. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 18، أسوان 33-19، الوادي الجديد 30-16، شلاتين 30-21، وأخيرا حلايب العظمى 28 درجة والصغرى 23. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.